أهلا الإخوان، صافا؟ معاي سلسلة أوبيوم 13 تنكملوها عمو، وهي واحد السلسلة زوينة اللي كتكون مرتبة، ماشي بحال هاد الفيديوهات هادو اللي تنكون تندوي من عقلي، ماشي تنكون مرتب ولا عارف شنو هنقول، تندوي نيشان. ما عرفتش هذا الموضوع اللي ندوي عليه واش كيلعب لي على الافكار ولا لا، ولا بعض المرات كنقول انا هو هذا مشى عليا الحال. هذا مشى عليا الحال كاين حتى في العلاقات، لاحظتها ديك زعما القضيه ديال الدري فاش كيغلط في حق البنت مثلا، تيكون يعني غلط في حقها، وحتى اللي من بعد عاد عرف راسو غلط. ملي كيبغي يرجع العلاقة كيلقى مشى الحال، وكيحس بالتأنيب الضمير. هذه واحد القصة يعني من القصص المشهورة في العلاقات، بحال دابا في الامتحان تفكروا بزاف ديال الناس باللي راه مشى الحال، ما كاينش واحد الوقت، واحد الوقت توقيت محدد، ولكن مشى الحال. انا حيت ركزت على هذا الموضوع هاد الفتره غنقول لك وقتاش كيمشي الحال. ركزت على بزاف ديال المواضيع متعلقه بالدراسه. وقتاش كيمشي الحال؟ في شي امتحان كنهضر عليا انايا كمسيره عامره بالمشقات النفسيه وعامره بالفشل والسقوط، السقوط الحر والمائل والتامل. فهاد القضيه هادي ديال مشى الحال، في الوقت اللي كتكون شاد ستيلو في القسم وكتسنى الورقه ديال الامتحان تجيك، تما مشى الحال، ما حدك باقي ما دخلتيش للقسم، راه ما مشى الحال ما والو، راه ما عمر داك الحال دين مو تيمشي وانت مازال ما دخلتيش للقسم اللي غدوز فيه الامتحان. حيت هاد القضيه ديال مشى الحال راه ما كايناش في الحياه، بعدا في الحياه ما كايناش، ولكن حيت كاينه واحد لا ديفينيسيون ديال الامتحان وداخل فيه البعد ديال الزمن، حيت دايرين لك وقتاش غدوز وعاطينك واحد الفرصه ديال الوقت تراجع فيه، نتايا كتقول مشى الحال. العقل كيميل لهاد القضيه ديال مشى الحال، اما في الحياه راه كل شيء قابل للتغيير، كل شيء كيتبدل، ما حدك ما متيش، وما كاينش شي حاجه سميتها مشى الحال. مثلا ضرب على الفكره ديال مشى الحال، حيت ما فكره ما والو في الحياه. اما الا درتي لا ديفينيسيون في شي حاجه كما قلت لك، راه كتولي مدخل الوقت. هاد مشى الحال في الحياه ما كايناش، في العالم ما كايناش، حيت كل شيء كيتغير. وهاد القضيه ديال كلشي كيتغير ماشي هضره وصافي، التغيير تيكون في 4 شهور، تيكون في شهرين، تيكون في شهر، التغيير ما تعرفش وقتاش يجي. ولكن قليل اللي عارف ديك النقطه اللي كيبدا منها التغيير، ديك النقطه اللي كتكون بحال الشعره اللي ما بين هادي وهادي، ما بين انت قبل التغيير وانت من مور التغيير. التغيير ماشي هضره وصافي، حيت لو كانت كتوقع مع واحد غنقولوا استثناء، ولا كانت كتوقع غير مع ناس يعني استثناء، راه غنقولوا استثناء، كلشي غيقول استثناء. ولكن ملي كلشي كيتغير، الانسان الى ضربتيه على انت شحال هادي وانت دابا، قارني واحد مثلا واحد عام ولا واحد 6 شهور ولا 9 شهور، أطلق باللي راك تغيرتي بزاف، ولكن النقطة ديال التغيير قد تكون ما عارفاش. فهنا كتولي قاعدة ديال محد الموت ما جاتك، راك قابل للتغيير، راك قابلة للتغيير أختي، راك قابل للتغيير أوبيوم. هاد الهضرة باش الضمير ديالك يرقد شوية من ديك الفكرة ديال مشى الحال، ضاع الوقت، مشينا فيها، ما خدامش في الحياة، ما حدك حي.
وهاد الهضرة باش ضمير كيرتاح من الوقت اللي ضاع قبل ما تسمع هاد الهضرة. ولكن الضمير باش يكون مرتاح مزيان وما يكونش فايك خاص ساتيسفاكشن كيف ديما. كاينه واحد الحقيقة علمية كتقول ملي كتكون مع ناس بعقلها حتى انت كتكون بعقلك، ملي كتكون مع ناس فرحانة حتى انت كتكون فرحان. يمكن الانسان العادي من طبيعته منافق، يعني تندمج مع النوعية اللي معاها هو، يقد يكون معك انت فرحان ويكون معايا انا مقلق، ويكون مع الاخر تعصب بالخف، ويكون مع الاخر عميق، ويكون الطبيعة دياله شوية تفسير ديالها ولا لغويا تيكون منافق. ملي كتكون مع ناس عندها شخصية، ديك الشخصية كتنعكس عليك، هذه هي القاعدة زعما. والحاجة الزوينة هي ملي كتكون مع أوبيوم كتولي أوبيوم. واش مشى الحال؟ السؤال كيدخلنا في الديمونسيون ديال الزمن، كيحطنا في ما كاينش واحد الحل، يعني كيما كان هاد الحل راه مشى الحال. حيت مشى الحال هاد العقلية شوية كسولة، وحيت الدماغ رهيف كيبغي يتيق هاد القضية ديال مشى الحال. الحل انا حسب تجربتي لحد الان راه ماشي الحل اللي ما تيكونش، المعرفة اللي ما كتكونش او لا كتكون غايبة. انا عاودت واحد العام في الدراسة ماشي حيت ما كانش عندي حل، لا حيت ديك الوقت ما كنتش عارف شي حوايج، يعني كانت غايبة عندي المعرفة على شي حوايج. انا شنظن في المسار كما كان ماشي غير الدراسي، في اي مجال خاص الانسان يجرب ديك الطيحة. ما نعرف، مهم هذا غير الرأي ديالي الشخصي. فانا ملي جربت الطيحة عرفت النقاط ديال الضعف اكثر من النقاط ديال القوة. anyway الخوت، الفكرة الاساس إلا كنتي كتقرأ وتابعك شي امتحان ولا تابعك شي تحدي ولا شي تشالنج، شي كومبا في البوكس، شي حاجة كتوجد لها شي حاجة مهم، وشي صحابك مشى الحال، راك غير ما عارفش، راك غير ما عارفش باللي عندك فرصة. ولا العكس، يعني واخد معرفة اللي غالطة واللي هي راه ما عندك حتى فرصة. في الوقت اللي تكون داخل القسم فاش ندويو على الامتحان، في الوقت اللي تكون داخل القسم غدوز الوقت اللي قبلو، عمر الحال ما مشى، واخا يبقى نهار خدم فيه. يعني الوقت اللي قبل ما تدخل القسم تدوز الامتحان، انا كندوي زعما على الاسقاط اللي درت التجربه ديالي قبل ما تدخل تدوز الامتحان في القسم. داك الوقت اللي قبل راه ما عمر الحال ما مشى، يعني هادي ديرها في بالك. قصص كتير راه حضرت ليها وقصص كتير راه عشتها، ماشي برنامج ديال الدراري الصغار هذا، تنلعبوش هنا كاش كاش. واحد النهار ما كنت مراجع حتى لعبة، تخيصيا ما كنت مراجع على الفرنسي، واعتمدت على الحفظ، والحفظ اللي أنا من أشد المعارضين ليه، حيت تجيني ماشي منهج زوين للإنسان، حيت ما تعلموش الفهامة، لكن تعلمو غير بحل واحد الحفاظة اللي تتكون غير هكاك ما عندهاش معنى. كانت هذيك ماشي اول مره، ولكن من مده ما 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 حفظت، من مده، حيت الطريقه ديالي هي الفهم، واخا نكون ما فهمتش تتبقى الطريقه ديالي هي الفهم. خاصني واخا يدوز وقت كبير خاصني نفهم، عاد يعني نكون هو هذاك. فمن السانكيام الثانية ديالي حفظت في آخر ساعة قبل الامتحان ديال الفرنسي. طبيعة الحال غيت نكب الماء في الرملة، أنا كنت عارف غيت نكب الماء في الرملة، وصاحبي اللي كان عشيري قال لي رايت تخور ساعة راه ما غدير فيها والو، والامتحان ديال الفرنسي راه
راه عامر حفاظها، وخصك تحفظ داك شي قواعد انا نسيت عليهم، ما كنت فكرهمش دابا، مي كان بزاف ديال القواعد كان خاصني نحفظهم، وانا راه من اخيب واقوى يعني امتحانات تندوز هي ديال الفرنسي، حيت ما تعجبنيش. ولكن واخا دوزت في ديك اخر ساعه وما ما ما حطيتش زعما الكواري، جبت ديك 12، كنت انا كنظن غنجيب شي جوج ولا ثلاثه، ولا كون ما حفظتش كنت غنجيب واحد ديال نقطه السلوك ونظافه الورقه. والساعه اللي كنت حفظت فيها كانت ديال العربيه، يعني انا حفظت في العربيه ودوزت الساعه الثانيه اللي دوزتها في الفرنسي. ومن هنا انا عشان ناخذ من التجربه ديالي، هي ما حدك ما دخلتيش للقسم دوز الامتحان، اخي الامتحاني ولا اختي الامتحانيه، راه ما عمر داين مو داك الحال ما مشى، ما عمر الحال ما مشى. يعني اللي نقول غير خدم واخا تبقى لك ساعه راه ما مشاش عليك الحال. يعني اللي كيقول باللي دابا راه مشى الحال، راه ما مشاش الحال اخويا ولا اختي، وهذه حقيقه ساتيسفاكشن من التجربه ديالي انا كأوبيوم. ولا هادشي اللي كنت باغي نقول، نتلاقاو في شي موضوع اخر، وان شاء الله بيس.